السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه بغيت نقول لكم شكرا لتعليقكم اللي صراحه كتفرحني، وكنتمنى يا ربي نكون خفيفه وظريفه عليكم وما نكونش ثقيله على القلب. فلهذا هذا الفيديو هذا بغيت نتقاسم معكم فيه كيك من اسهل الكيكات اللي تقدروا تصيبوها الى جا عندكم شي حد على الغفله، اولا الى بغيتوا يعني تفرحوا وليداتكم. شي حاجه اللي سهله بزاف وغير مكلفه بتاتا، يعني مكونات غتكون متواجده في الدار وبدون حليب، يعني بدون حليب. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وغادي نبداو على بركه الله. فالمقادير التاليه اللي عندي فيها جوج بيضات، دونك غادي نستعمل غير جوج بيضات. عندي كذلك نص كاس ديال سكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، انا غنحتاج يعني غير المول صغير ما غاديش ندير كبير. عندي المكون الوحيد اللي غي يعني يغنيكم على هاد باقي المكونات ديال الحليب او دانون ديال الفاني او هذا، الا ما كانش الا عندكم فقط غير دانيت ديال الشوكولا فهو كيعوض جميع المواد. انا قلت لكم عندي الشكلاط هنايا ديال الكالا قطعته مكعبات صغيره، وعندي كاس وربع كيف ما غادي تشوفوا، كاس وربع ديال الدقيق وشويه ديال الخل اللي غادي نحتاج في هذا الكيك. هاد كاس وربع ما غاديش يعني نستعمله كامل، وانما غنخليكم معايا وغتشوفوا شحال غنستعمل ديال الدقيق. عندي جوج خمارات وفانيا وحده، دونك هادو هما المكونات. حاجه سهله بزاف وكتجي رائعه مفشفشه وما كتجيش بتاتا واش مدقصه، مذاق رائع. راكم عارفين يعني دانيت ديال الشوكولا راه غزال صراحه، اي واحد يعني يقدر ياكل، خصوصا الوليدات الصغار كيحماقوا على شي حاجه اللي فيها الشكلاط. داكشي علاش طاحت عليا هذه الفكره انني ندخلو في الكيك ونزينو بالشوكولا مقطعه باش يبغيو ياكلو الناس اللي ما كيبغوش ياكلو الكيك. مهم، غادي ناخذ دوك جوج بيضات. كيف ما ديما البيض ما غسلتوش، غادي نطرب فيه يعني نطرب معاه سكر سنيده كيف ما كتشوفوا، يعني مكونات سهله تماما سهله. الا يمكن لكم تبغيو يعني تضاعفوا المقادير فهو ممكن، غير هو الا ضاعفتوا المقادير فكيبقى دانيت هو دانيت، ما ديروا لا جوج دانيطات لا ثلاثه دانيطات، اربعه البيضات في كاس ديال السنيده في كاس ديال الزيت في دانيت واحد صافي، هذا راه كيعوضوا. صافي غادي نخلط مزيان كيف ما شفتوا، وغادي نضيف معاه يعني الزيت كيف ما مولفين كنديروا. غادي نضيفوا بعدا من البيض غادي نضيفوا نيشان الفاني باش يحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض في الدقه الاولى. صافي، وغادي نخلط مزيان مزيان. هنا يمكن لكم يعني لما قدرتوش تستعملوا طرب اليدوي يمكن لكم تستعملوا المولينكس دغيا كطلع في ديك الساعات، يعني راكم عارفين راكم ادرى. ربما الناس كاين اللي ما كيعرفوش انه كيخلطوا في مولينكس دغيا جميع المكونات والدقيق والخمارات كيبقاو هما الاخرين هما والشوكولا. هذه صراحه دائما انا كنديرها. صافي غادي نخلط مزيان كيف ما شفتوا، ضفت ليها الزيت غادي نخلط، وغادي نضيف من بعد شويه ديال الخل، يعني ماشي معلقه صغيره عامره وانما غير شويه. هاد الخل هذا علاش المكون الاساسي في جميع الكيكات، يعني اللي كتصيبوا الخل كيخليها تكون مفشفشه يعني مهويه من الداخل، ما كتجيش كي كنقولوا حنايا زعيقه اولا مدقصه، ولا كتجي بحال كتاكلي فقط غير ضغمه وحده كتقهمي ما كتبقايش قادره انك تزيدي شي كيك ولا تاكليها ولا تكملي كاع داك الطرف اللي حاطين لك. المهم هذا الخل هذا كيخليها مفشفشه وكتبغي دائما انك تزيدي وتاكلي، وخصوصا البنه ديال الشوكولا كتجي رائعه رائعه صدقوني. هنا درت طانيط ديال الشوكولا غادي نخلطو معاهم. صافي نخلط مزيان وغادي ندوزو باش غادي ندير معاه هذاك نخلطو بالدقيق وكذلك بالخمارات كيف ما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للدقيق هنايا
خديت كاس ديال الدقيق، كنشوف عيني ميزاني. كاين الدقيق اللي كيدغيا كيجمع لك، تقدري ديري حتى يعني كاس ما عامرش اولا نص كاس شويه عليه ودغيا ها هو جمع لك سميتو. كاين اللي دغيا كيجمع وكاين اللي لا، اللي هو الدقيق الخاص بالحلويات ما كيجمعش، فهمتوا؟ يعني الجرام كيكون يعني هو هذاك مضبوط. هنا كيف ما شفتوا ضفت الدقيق كاس وضفت عليه الخمارات وغادي نخلط وغادي نشوف عيني ميزاني. كنت غادي نزيد دقيق راه غادي تزيد، ما كنتش غادي نزيد راه ما غاديش نزيد. هنا بقى عندي شويه يعني خفيفه شي شويه، وانما غادي نزيد واحد تقريبا واحد ربيع ديال الدقيق غير شويه صافي، وغادي نخلي هذاك الباقي باش غادي ندهن المول ديالي وغادي ندير ليه شويه ديال الدقيق وها هو غادي يوجد. مهم هنايا غادي نخلط كيف ما شفتوا، ومن بعد غادي نخليه جانبا وغادي نمشي باش غادي ناخذ هذاك المول اللي كيف ما سبق لي قلت لكم احتاجيت يعني غير مول صغير، ما درتش مول كبير، راكم عارفين جوج بيضات يلاه يلاه صافي. هنايا وغادي نصب يعني من بعد ما دهنته بالزبيده ودرت عليه الدقيق صافي، وغادي نصب الخليط كيف ما شفتوا. كيجي بهذا القوام هذا، ماشي كيجي قاصح ولا عاقد، لا يكون كيف ما شفتوا هنايا شويه خفيف صافي. وفي الاخير غادي نضيف لي هذاك الشوكولا من فوق، هو ما كيدوبش يعني هاد الشوكولاط هذا، يعني الا درتوه في الكيك ما كيدوبش، كيبقى هو هو بحال الشكل ديال لي بيبيت، وانما لي بيبيت وشوكولا احسن منه. مهم غير باش يجي داك المذاق ديال فاش ملي كتعطي هذيك الكيك كيجي داك المذاق ديال الشوكولاط من الداخل. كيف ما شفتوا غادي ندردر من الفوق الشوكولاط ندردر ركزوا معايا صافي، وغادي نخليه وغادي نكون سخنا الفرن ديالي يعني عادي كيف ما كطيبوا اي كيكه ولا اي كيك كطيبوه في الدار صافي. غطيبوه غادي تقادوه غير يطيب، تخرجوه تحاولوا تحيدوه من المول ياك وديروه في الصحن التقديم صافي. وديك ساعات كيبقى الشوا ديالكم في التزيين، انا غنوريكم شنو كيفاش درت التزيين لهادي، وانتوما كيبقى لكم عرفتوا الا درتوا عليه من الفوق دانيط اولا غير غاناش وشوكولا راه المذاق اللي غادي تذوقوه راه لا يعقل. تقولوا ويلي غير بهاد المكونات وصدقات لي هاد الكيكه هذيك بحال هكا، ما يمكنش، راه عرفتوا راه مذاق رائع صافي. هنا خديت شويه ديال الكراميل درته في هذا الكورني ديالي وصافي، وبديت كنعمل هاد الخطوط وكذلك الكناش الابيض حتى هو، وزينت بالفويتي صافي. وها هي الكيكه واجده كنتمنى يا ربي نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وان شاء الله يا ربي تكملوا معايا بالتعليق ديالكم اللي هي زوينه اللي كتفرحني دائما، ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع شيء واخرى.